السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة خمسة نكمل مع بعضينا شرح مانك كونكت 5 من كتاب الأضواء جمع 2024 فصل الدرس الأول. والنهاردة يا أولادنا كمان مع بعضينا يونت 3 الوحدة التالتة، هاو دو أي لوك، كيف أبدو. معانا بقى آخر درسين في الوحدة ليسنس 4 أند 5، الدرسين الرابع والخامس، صفحة 114 بالنمبر 114. أول حاجة عندنا الرايتنج اللي هو الإيه؟ الكتابة، مهارة الكتابة. يلا بينا بقى، بيقول لك لوك أند ريد، انظر وأقرأ. كل واحد بيتكلم على زي المدرسة المختلف بتاعه، كل واحد بيتكلم على سكول يونيفورم الخاص بمدرسته. فعندي ستودنت 1 الطالب الأولاني بيقول لك I really like our school uniform، أنا بحب إيه زي مدرستنا. everyone الجميع wears a short sleeved white shirt، يعني يرتدي الجميع قميص أبيض بأكمام قصيرة. the girls البنات wear a blue skirt and the boy wear a blue trousers، البنات بتلبس يا أولاد جيبة زرقاء والاولاد بيلبسوا بنطلون ازرق. we all have to wear، كلنا لازم نلبس ايه white socks، شرابات بيضة white socks and black leather shoes، وحذاء اسود اللون. it doesn't get very cold here، الجو هنا مش بيكون برد ابدا. but when it does، لكن لما بيكون كده we can wear our blue sweaters، بنلبس ايه اولاد بنلبس السويتر الازرق بتاعنا. عندنا الولد التاني student B at school، في المدرسة I wear a pale blue shirt، ارتدي قميصا ازرق فاتح وبنطلون ايه and dark blue trouser وبنطلون ايه ازرق غامق. we have to wear a tie، لازم نلبس ايه كرافتة every day يوميا. it's dark blue، لونها ازرق غامق with light blue stripes، وفيها خطوط ازرق فاتح قنت عليها. the girls البنات in my school also wear a pale blue shirt، بيلبسوا قميص ازرق فاتح. but they don't wear trousers، مش بيلبسوا بنطلون، بيلبسوا ايه they wear a blue and white checked skirt، بيلبسوا جيبه فيها مربعات ابيض وازرق، جيبه مربعات بالشكل ده ابيض وازرق. the girls don't have to wear a tie، والبنات كمان مش لازم يلبسوا ايه ربطة عنق او الكرافته. the girls don't have to wear a tie. البنت الثالثة دي شكلها مدرسة بنات بس، school girls. بعد كده بيقول لك ايه بقى girls school. our school uniform زي مدرستنا is really smart انيق جدا. we have to wear a white shirt، لازم نلبس قميص لونه ابيض with a red tie، وعليه كرافتة حمراء. we wear a dark gray skirt، بنلبس جيبة رمادي غامقة and a blue jacket، وعليها جاكيت لونه ازرق. صفحة 115 الطالب الرابع يقول لك the girls and boys، الأولاد والبنات have different uniforms، لهم زي مختلف at my school، في مدرستي. يبقى the girls and boys have different uniforms at my school، زي البنات غير زي الأولاد. طيب the boys wear light green shorts، بيلبسوا ايه أولاد بيلبسوا شورت أخضر فاتح light green shorts and long green socks، وشراب أخضر طويل. we wear white shirts، بيلبسوا ايه مصالونها أبيض. and we have got a dark red sweater، وعندنا سويتر أحمر غامق. for when it gets cold، لما يكون الجو برد. my sister's uniform، أخت معايا في المدرسة زيها بقى is different، مختلف عني. she wears a blue skirt، بتلبس جيبة زرقاء and a yellow t-shirt، وتيشيرت لونه أصفر. student ايه الطالب الايه الاخير معانا. our uniform is a dark blue skirt، الزي عندنا هو ايه جيبه زرقاء داكنه او غامقه for the girls للبنات or dark blue shorts for the boys، والولاد بيلبسوا ايه ولاد شورت ازرق غامق a pale blue cotton shirt، تمام يعني ايه قميص من القطن ازرق فاتح white socks شرابات بيضة and black shoes حذاء اسود. when it's cold لما الجو يكون بارد بقى we wear dark blue vests بنلبس سوتر ازرق غامق or jackets او الجواكت. I like my uniform بحب الزي بتاعي. طيب when we use adjectives لما بنستخدم الصفات يا ولاد we put them into this order، لما اذكر كذا صفة في الجملة وانا بوصف الملابس لونها خامتها حجمها، طبعا في ترتيب معين لازم امشي عليه يا اولاد. اول حاجه السايز اللي هو الحجم،
نقول بيج كبير، سمول صغير، طول طويل، شورت قصير. تاني حاجة اذكر الايج اللي هو ايه، جديد نيو او قديم اولد. بعد كده اذكر اللون، الكلر بلاك وايت جرين اي لون بقى. بعد كده الماتيريال اللي هي الكوتون، مثلا كوتون لينين، الكتان، ليزر، الجلد. يبقى اول حاجة يا ولاد الحجم بيج سمول طول شورت، بعد كده الايدج العمر نيو اور اولد، قديم ولا جديد، كلر اللون بلاك وايت جرين، والماتيريال كوتون لينين ليذر. بعد كده مثال اهو، شي از ويرينج ا جرين كوتون دريس. جاب لي يا ولد اللون قبل الخامه، لابسه فستان اخضر كوتون. شي از ويرينج ان اولد كوتون تي شيرت. جاب لي الايدج وبعد كده الخامه وبعد كده ايه الاسم نفسه، اخر حاجه بجيبها اسم الملبس نفسه يا اولاد. 116. الجزء الثاني من الدرس عندنا بروجكت المشروع. النهارده بيتكلموا عن ايه، وات از ذا مكسيكان هات كولد، ماذا تسمى القبعه المكسيكيه، اسمها سومبريرو يا اولاد. تمام. كلوث ان مكسيكو، الملابس في المكسيك. تعالى، these girls البنات دي are wearing traditional Mexican dresses، لابسين فساتين ايه يا ولاد، مكسيكية تقليدية. look انظر، they are very colorful، اللي الفساتين ملونة جدا. there are lots of colorful stripes، عليها خطوط ملونة. on the dresses، على الفساتين. girls in Mexico، البنات في المكسيك، wear dresses like these during feasts and celebrations، بيلبسوا فساتين زي دي في الاحتفالات والاعياد. المكسيكان جيلز كمان لو برايت كولرز، بيحبوا الالوان اللامعه. even when they aren't celebrating، حتى لو ما عندهمش احتفال بيحبوا الوان فاتحه. they wear bright colorful clothes، بيقومون بارتداء ملابس ايه اولاد، الملونه اللامعه. نيجي هنا ونكمل. people in Mexico، الناس في المكسيك، wear hats، بيلبسوا قبعات. to protect، لكي يحموا their faces، وجههم، from the sun، من الشمس. تمام. This is a sombrero، اسمها sombrero. مالها sombrero بقى، تعريفها بنقول it's a traditional Mexican hat. السومبريرو يا ولاد traditional Mexican hat، يعني قبعة تقليدية في المكسيك. كلمات طبعا اللي بالأحمر جايب معناها هنا دي بقى يا ولاد السومبريرو، لأن ده أشكال جميلة. قال لك there are lots of different styles، في منها أنماط وأشكال إيه يا ولاد مختلفة من السومبريرو. قال لك of sombrero، some have stripes، في بعض منها يا ولاد عليه خطوط مقلم. and some are very colorful، والبعض ملون. some even have gold، البعض عليه ذهب. and silver on them، ايه وفضه، البعض عليه ذهب ايه يا ولاد وفضه. صفحه 117 انتهينا من الدرس، سهل جدا جدا جدا. عندنا تدريبات الدرسين الرابع والخامس، lesson 4 and 5. السؤال الاولاني نمبر 1 بيقول لك listen and write true or false، يعني السمع ايه وضح صح او خطا عن العبارات. listen to me carefully، اسمعوني كويس يا ولاد. بيقول لك the girls are wearing traditional Mexican dresses، البنات لابسه فساتين تقليديه مكسيكيه. they are very colorful and bright، بتكون الوانها ايه، ملونه ولامعه. there are lots of stripes on them، عليها خطوط ملونه. girls wear them in festivals and celebrations، البنات بتلبسها في الاحتفالات والاعياد. they look amazing، تبدو مذهله and comfortable ومريحه. people in Mexico كمان wear hats، بيلبسوا قبعات. to protect their faces from the sun، لحماية وجوههم من الشمس. this is a sombrero، إنها sombrero it's a traditional Mexican hat، إنها قبعة مكسيكية تقليدية. number one، بيقول لك Mexican dresses، الفساتين التقليدية المكسيكية، are very colorful and bright، لامعة وملونة. true. there are spots، في نقط على الفساتين اللي عليها خطوط، تبقى دي فولس سترايبس. people in Mexico wear sunglasses، بيلبسوا نظارة شمسية. to protect their faces from the sun، عشان يحموا وشهم من الشمس، اللي بيلبسوا السومبريرو، يبقى دي فولس. read and match، تعالى نوصل. when it's cold، لما الجو بيكون بارد نعمل ايه؟ we wear dark blue jackets، بنلبس جواكت ايه ولاد غامقة. The traditional Mexican dresses، the traditional Mexican dresses، الفساتين التقليدية المكسيكية مالها؟
قال لك ار فيري كلرفول، ملونه جدا. السومبريرو، القبعه السومبريرو ايه اسمها؟ تراديشنال مكسيكان هات، قبعه مكسيكيه تقليديه. people in Mexico wear hats، بيلبسوا قبعات ليه؟ to protect their faces from the sun، لحماية الوجه من الشمس. دي كده زيادة. read the text and answer the questions. my school uniform is زي المدرسة بتاعي، is very special، مميز جدا and smart and unique. the girls and boys، الأولاد والبنات have different uniforms at my school، زي البنات مختلفة عن زي الأولاد عندنا. قال لك the girls wear long dark skirt، blue skirt، بيلبسوا جبات زرقاء غامقة طويلة. they wear a pale green t-shirt، بيلبسوا تيشيرت أخضر فاتح. it is a short sleeved cotton one، التيشيرت ده بيكون ايه؟ من القطن اللي يكون قصير. they don't wear a tie، مش بيلبسوا كرافتة. the boys wear dark blue trousers، بيلبسوا بنطلون أزرق غامق. and a pale green t-shirt، والتيشيرت اخضر فاتح. they have to wear a tie every day، بيلبسوا كرافتة كل يوم. it is striped، بتكون مقلمة، green and blue، اخضر في ازرق. when it's cold، لما الجو بيكون برد، we wear بنرتدي a dark green jacket، بنلبس جاكيت اخضر غامق. with pockets، فيه جيوب. both girls and boys، الولاد والبنات، have to wear white socks، بنلبس شرابات بيضة، and black shoes، وحذاء اسود. choose the correct answer from A, B, C or D. the text talks about، النص ده بيتكلم عن subject، مواد دراسية، uniform زي مدرسي، hobbies هوايات، ولا class room الفصل، طبعا بيتكلم على اليونيفورم زي مدرسي. the not wear long dark blue skirts، من اللي بيلبس جيبات زرقاء غامقة طويلة؟ boys girls، boys and girls، ولا teachers، طبعا girls البنات. صفحة 118 أسئلة هنجاوب عليها برضو على القطعة. answer the following questions. why do they wear jackets، بيلبسوا الجواكت ليه يا ولاد؟ نقول because it's cold، لأن الجو بيكون بارد. summarize the passage in two sentences، لخص الايه؟ لخص الفقرة في جملتين. هنقول هناخد أول جملة، أنا أوريكم الوقت الاختصار اللي ناخده ايه. تعالوا هنقول my school uniform is very special and smart، زي مدرستنا مميز وأنيق. أول جملة. الجملة التانية the girls and boys have different uniforms at my school، زي البنات والأولاد مختلف عندنا في المدرسة. دي إجابة السؤال الرابع. زي أنا لخصت لك الكلام كله في الجملتين دول، إن الزي أنيق، وفعلا إيه قعد بقى يقول لك البنات بتلبس إيه والأولاد بيلبسوا إيه، يبقى فعلا الزي إيه مختلف. نيجي بقى يا ولاد لسؤال الترتيب. هنقول traditional Mexican dresses are colorful، الفساتين المكسيكية التقليدية ملونة. what's your favorite thing، ايه اكتر حاجة مفضلة بالنسبة لك to wear، كي ترتديها، اكتر حاجة بتحب تلبسها ايه؟ بعد كده my cotton trousers، بنطلوني اللي من القطن are really حقا ايه يا ولاد comfortable، مريح. بعد كده there are different styles of
سومبريرو، في انواع مختلفه من السومبريرو. بونكي تويت ذا فولونج، اول حرف مش معمول كابيتال هعمله. شي وور ا جرين، هنحط هنا كده كوم، كوتن دريس، في الاخر هنحط النقطه. Write a text of about 40 words using the following guiding elements. سنستخدم عناصر مساعدة. My school uniform يعني زي مدرستنا. ده موجود يا ولاد في نهاية الوحدة، صفحة كام؟ صفحة 121، تمام. اهو My school uniform، هتقول ايه بقى؟ My school uniform is very beautiful. الزي بتاعنا جميل جدا. Girls wear، البنات بيلبسوا yellow shirts and blue skirts. مثلا أي ألوان بقى تذكرها، دي معناها ايه؟ تيشيرتات أو ايه؟ قمصان صفرة and blue skirts وجيبات زرقاء. Boys wear white shirts، بيلبسوا قمصان بيضة and grey trousers وبنطلون رمادي. Boys have to wear a dark red tie. والولاد لازم يلبسوا ايه كل يوم؟ افريدي ولاد، كرافتة حمراء غامق، احمر غامق. بويز اند جيرلز، البنات والولاد، وير بلاك شوز، بيلبسوا احذيه سوداء، ان وايت سوكس، وشرابات بيضاء. وي اول وير ريد سويترز، كلنا بنلبس ايه؟ سويتر احمر ان وينتر، في الشتاء. اي لايك ماي سكول، بحب مدرستي. ماي سكول يونيفورم، بحب ايه يا ولاد؟ بحب زي مدرستنا. سو ماتش، كثيرا جدا. وبكده يا ولاد نكون انتهينا من شرح الدرسين الرابع والخامس من الوحده الثالثه، وكمان حين تدريباتهم من كتاب جيم للصف الخامس. الفيديو الجاي ان شاء الله انتظرونا معانا حل اختبارات شامله على الوحده الثالثه كلها يونت 3 من كتاب جيم. فريد بقى نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه عشان يسالنا ان شاء الله كل جديد. وريد كمان يا ولاد نعمل متابعه لصفحه الفيسبوك اسمها مس هبه رجب، برفع عليها الفيديوهات، وكمان برفع عليها الورق ده بتاع الوحدات محلول. اي سؤال او اي ورق محلول برفعه هناك يا ولاد على ايه؟ صفحه الفيس. بكون مجمعه الوحده كلها مع بعضيها وارفعها مره واحده كده على الفيس، تمام. تابعوا الصفحة، هتلاقوا فيها حاجات مهمة جدا تعجبكم ان شاء الله. يبقى نعمل لايك للفيديوهات ونعمل شير ونشترك في القناة ونعمل متابعة لصفحة الفيسبوك عشان يستنى ان شاء الله كل جديد. بتمنى لكم نجاح البر والتوفيق باذن الله. كان معكم مس هبه رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.